فيرغسون، ولاية ميزوري. احتجاجات يومية امتدت إلى نيويورك ومدن أخرى. كانت مقتل شاب أعزل من أصل أفريقي، مايكل براون، البالغ من العمر 18 عاما، أردي قتيلا بسلاح شرطي أبيض أطلق عليه النار في 9 أغسطس 2014. جاء رد الشرطة باستخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين. سئمنا تصرفات الشرطة، لقد سئمنا من استهدافنا بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار علينا. هؤلاء الشباب يستحقون الاحترام وأن ينعموا بالعدالة. استخدام القوة رسالتهم، سيواصلون إطلاق النار وقتلنا إن لزم الأمر. أظهر تشريح جثة مايكل براون أنه تعرض لست طلقات نارية على الأقل، منها اثنتان في الرأس. إنه رابع أمريكي من أصل أفريقي أعزل تقتله الشرطة خلال شهر واحد فقط. الاحتجاجات العارمة وتكتيكات قوات الشرطة جعلت فيرغسون تتصدر العناوين، ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على مستوى العالم أيضا. خرجت الأمور عن نطاق السيطرة بشكل سريع، وتواترت أنباء عن إطلاق رصاص من بين صفوف المحتجين. تم إعلان حالة الطوارئ ونشر قوات الحرس الوطني، كما فتح النائب العام الأمريكي تحقيقات على المستوى الفيدرالي بشأن حادثة القتل. واقعة قتل مايكل براون أخرجت التوترات العرقية التي ظلت كامنة لسنوات تحت سطح الولايات المتحدة. المدنيون ضد قوات الأمن، قوات الأمن الفاسدة. هذه هي المنطقة التي أطلق عليها أهالي فيرغسون موقع الانفجار، وهي الآن بؤرة الاحتجاجات. عندما وصلنا كان الاحتجاجات قد دخلت يومها الرابع على التوالي، وعلى بعد أمتار من هنا أردي مايكل قتيلا برصاص الشرطة. حتى اللحظة لم تفصح الشرطة عن اسم الشرطي المتورط، مما فاقم من غضب الأهالي. فجوة عدم الثقة بين السكان والشرطة عميقة ومتأصلة. ففي حين أن ما يزيد عن 60% من سكان فيرغسون هم من الأمريكيين الأفارقة السود، فإن 50 من ضباط الشرطة هم بيض، مقابل 3 فقط من ذوي الأصل الأفريقي. كما أن 90% من حالات الإيقاف والتفتيش والاعتقال استهدفت الأمريكيين الأفارقة. أعلن المحتجون أنهم سيحافظون على سلمية الاحتجاجات وطلبوا من الشرطة المعاملة بالمثل. لم نخرج للشارع لإثارة الاضطرابات، فلا تتعرضوا لنا أو تضايقونا. ولكن بدون سبب ظاهر تغير المزاج السائد بسرعة غير متوقعة. بدا واضحا أن الشرطة تقوم بنشر عرباتها المدرعة، وهنا يمكنكم رؤية إحدى تلك العربات المصفحة. هذا استعراض غير عادي للقوة، فرجال الشرطة هؤلاء مدججون بالأسلحة، كما أن المزيد من قوات مكافحة الشغب تأتي تباعا. هذا حشد من المحتجين لا يتجاوزون 100 في أعدادهم، كما أنها مسيرة سلمية تماما طوال فترة الظهيرة. الذين يعتلون تلك المركبات يصوبون أسلحتهم بالفعل تجاه أفراد بين حشود المحتجين. رفضت قوات الشرطة تقديم أي تفسير عن هذه القوة الكاسحة والعتاد. لماذا يحشدون كل هذه الأسلحة؟ ارجع إلى الوراء. ما سبب حشد كل هذه العربات المصفحة؟ كان من السهل أن نرى كيف فسرت حشود المحتجين انتشار قوات الشرطة على أنه استفزازي. هل تود أن ترى رجال الأمن المسلحين يصوبون مدافعهم الرشاش على رأس أولادك؟ ألا ترى أن هذا أمر استفزازي؟ أنهم يحاولون استفزازنا، يطلبون منا فض الاحتجاجات. فهل ترى أي مظاهر عنف بين المحتجين هنا؟ إنها سلمية. أهو الحال على مدى الأيام الماضية؟ الحال هكذا منذ سنوات. وهذه طريقتهم؟ نعم، هذا هو الحال منذ سنوات في سان لويس. توافد العديد من الأمريكيين الأفارقة الذين يقيمون في سانت لويس والجاليات السود المقيمة في جوارها، وأجمعوا كلهم على أنهم يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل رجال الشرطة. إنهم اعتادوا على ارتكاب المخالفات والإفلات دون عقاب. ولماذا انفجر الغضب بهذا الشكل؟ لقد سئمنا. Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up!
واصل رجال الشرطة تصويب بنادقهم باتجاه المحتجين، وحتى هذه اللحظة وبقدر ما أمكننا رؤيته لم تكن هناك أي مؤشرات تدل على وجود أي تهديد أو مظاهر عنف، إلا أن الغضب إزاء الطريقة التي تتصرف بها قوات الشرطة مع الموقف ظل يتصاعد. هيا استمروا في الضحك، فالأمر مسلٍ، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بدأت شرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع، لقد سمعنا طلقاته، الحشود تتفرق، بدأت سحب الغاز في الظهور والشرطة تأمرنا بمغادرة المكان، المزيد من الغاز يغمرنا هنا، سنضطر للهروب من الغاز الآن، فرجال الشرطة أطلقوا علينا بالفعل عبوات الغاز خلال فرارنا من المكان. عودوا إلى سياراتكم أو إلى منازلكم، لا يجوز لكم البقاء أكثر من ذلك في هذا المكان، لم تعد الاحتجاجات سلمية، يتعين عليكم المغادرة وإلا سيتم القبض عليكم. نحن نرى أولادنا يقتلون أمام أعيننا، وكل لقطة شاهدتها لمقتل ترايفن مارتن ومايكل براون كانت تذكرني بابني الذي كان من الممكن أن يكون مكان أي من هؤلاء الضحايا. إنهم يقبضون علينا، يعاملوننا كالحيوانات. ماذا تعني بكلامك؟ إنهم يتعمدون إذلالنا، يحاولون تجريدنا من جميع حقوقنا كآدميين. لا نريد أن نعامل معاملة المجرمين لمجرد قيادة السيارة في الشارع. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أننا دائما مذنبون حتى تثبت براءتنا. هذا هو الحال، إنها أحكام عرفية، أحكام عرفية تفرض علينا. لماذا يتقدم رجال الشرطة لمواجهة احتجاج سلمي؟ هذا يعني أنهم يريدون استفزازنا ودفعنا نحو حرب أهلية هنا. لماذا بدأوا في إطلاق الغاز؟ يريدون إثارة الشغب هنا، إنهم يحاولون استفزازنا، إنهم ينتهكون حقوقنا التي كفلها الدستور. يمكننا سماع هذا الضجيج، لقد بدأ رجال الشرطة في استخدام صفارة مدوية لفض الحشود، إنها إحدى آليات تفريق الحشود، لازلنا نرى المحتجين في الشوارع وهم مصرون على أن لا يبرحوا مكانهم. نسمع أصوات الانفجارات، لسنا متأكدين بالضبط مما يطلقه رجال الشرطة، إلا أن الغاز بدأ في الظهور مجددا وسنضطر لمغادرة المكان. في غضون ساعات تبدلت الأحوال، شوارع فيرغسون حيث الاحتجاجات السلمية والهتافات التي تنادي بالعدالة بدت وكأنها ساحة حرب. هناك صف من رجال الشرطة يتقدم نحو الحشد في هذا المكان المليء بالغاز، كما أن هناك انفجارات بفعل القنابل الصوتية المضيئة، وهي واحدة أخرى تطلق مجدداً. مع تقدم العربات المصفحة تم إطلاق الرصاص المطاطي، جميع الموجودين في المكان بما فيهم رجال الإعلام باتوا في مرمى النيران. بدأ رجال الشرطة في الانتشار في الأحياء المجاورة مع الاستمرار في تصويب أسلحتهم إلى منازل الناس. يبدو أن رجال الشرطة يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع داخل تلك الأحياء، يمكنكم رؤيتها، ليس لدي أدنى فكرة على ما يطلقون أو ماذا يستهدفون. مع انحسار الليل وبزوغ الصباح بدا واضحا أن الانقسامات داخل فيرغسون تزداد عمقا. أجج مقتل مايكل براون أسوأ اضطرابات مدنية عرفتها هذه المنطقة من ولاية ميزوري في تاريخها المعاصر، والآن استقطبت الحادثة اهتمام الرئاسة في واشنطن. لقد قلتها صراحة للنائب العام بأنه يجب أن نقوم بكل ما يلزم للمساعدة في الوقوف على حقيقة ما جرى ولضمان تحقيق العدالة، كما تحدثت مع حاكم ولاية ميزوري جاي نيكسون وعبرت له عن مخاوفي حول ما آلت إليه الأحداث من عنف واضح على الأرض، كما أكدت له أنه قد آن لنا جميعا أن نقف ونتأمل حقيقة ما جرى وأن نجد معا الحل للخروج من هذه الأزمة، وهو في طريقه إلى فيرغسون. بعد عدة أيام خرج أخيراً حاكم ولاية ميزوري عن صمته حين ظهر في فيرغسون مقدماً وعوداً بالتغيير. أعلن أن دورية طريق ميزوري السريع تحت قيادة نقيب ران جونسون الذي ترعرع في هذه المنطقة.
سيتولى مهمة إدارة الفريق الأمني. أيها الحاكم، كيف لك أن تفسر طبيعة حشد قوات الشرطة التي رأيناها في شوارع فيرغسون؟ لقد رأينا حاملات جنود مصفحة ونحو 100 من قوات الشرطة يرتدون بالذات الجيش ويحملون بنادق آلية تصوب نحو حشود المحتجين. من المسؤول عن اتخاذ مثل هكذا قرارات؟ هل سيحاسبون على الأخطاء التي أشرت بوضوح إلى وقوعها؟ كان ذلك بالأمس، واليوم هو اليوم، وغدا شأن جديد. بالنظر إلى ما حدث، كان لزاما تغيير واجهة قوات الشرطة. النقيب رون جونسون الذي ولد وترعرع في المنطقة. المشهد الذي نراه اليوم يختلف تماما عما شهدناه البارحة من قنابل الغاز المسيل للدموع والعربات المصفحة، كما أن عدد رجال قوات الشرطة قد تضاءل بكثير، بل إن المتواجدين منهم جابوا الشوارع برفقة المحتجين. تغيير منهجية التعامل مع المحتجين يبدو أنه خفف من حدة التوتر ورفع المزاج العام للمحتجين، إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلا. ففي صبيحة اليوم التالي أعلن قائد شرطة فيرغسون عن اسم الشرطي الذي أردى مايكل براون قتيلا ويدعى دارين ويلسون، ولكنه في اللحظة ذاتها عرض هذا المقطع المصور. يظهر المقطع قيام مايكل بسرقة سيجار من أحد المتاجر في واقعة لا تمت بصلة لحادثة القتل، مما أثار سخط عائلة القتيل. كما أثار هذا الشريط على الفور تساؤلات حول الدوافع من وراء عرضه وكذلك توقيت العرض. هل كان براون يعلم بأنه مشتبه فيه في قضية سرقة أم لا؟ تقول إنك قلق على سلامتنا، إلا أن الواضح أنك قلق فقط على سلامة ضباطك. سأقرأ عليك بيانا. عائلة مايكل مستاءة من الطريقة المخادعة التي لجأ إليها قائد الشرطة لنشر معلومات مجتزأة الهدف منها التشكيك في نزاهة ابنهم، فما ردكم؟ لقد أطلعناكم على كل ما لدينا حتى الآن، ومن قسم الشرطة ذاته ليس لدي أي شيء آخر يمكنني الكشف عنه لكم. وماذا عن التوقيت؟ عقدت عائلة مايكل براون مؤتمرا صحفيا دون سابق ترتيب خارج قسم الشرطة، وذلك ردا على بيان الشرطة، حيث أدانت ما وصفته بالمحاولة لتشويه صورة ابنهم وإدانتها لمحاولات تبرير تصرفات قاتله. كل ما جرى هنا ليس له علاقة بشخص يجثو على ركبتيه رافعا يديه لأعلى ملتمسا عدم إطلاق النار عليه. إنها إشارة معروفة في أي مكان في العالم، مفادها أنا أستسلم. ولا زلت أسمع صوت ابن عمي وأنا أتحدث إليكم الآن، أسمعه يقول لقاتله لا تطلق النار. هناك فيما سماه المحتجون موقع الانفجار مساء تلك الليلة، انتشر الخبر حول مقطع الفيديو المصور الذي عرضته الشرطة. اشتاط الناس غضبا، ولكن بدلا من أن تقوم الشرطة بتخفيف التوتر بتخفيض عدد القوات المنتشرة في الشوارع، عادت العربات المصفحة إلى المشهد مجددا. ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الأحداث في التطور، وسريعا بدأت مجموعة صغيرة من المحتجين بتحطيم واجهات المحال التجارية. إلا أن مجموعات أخرى من الشباب بادرت على عجل للتدخل ووقف أعمال النهب. ماذا تفعلون يا شباب؟ لسنا وحدنا من يقوم بحراسة المحلات، فهناك مجموعة من الشباب هناك وأخرى هناك، وذلك الشاب كان سيحرق المحل. بالنسبة لأولئك المحتجين لم يكن هناك أي تساؤلات حول من هو الملام بشأن ما وقع في فيرغسون. هذه المدينة تواصل خذلان ذوي البشرة السمراء. في فيرغسون أتعرض للمضايقة بصورة يومية، قوانينها فاسدة، شيء مقزز. يتعرض الجميع للمضايقة بصفة يومية، خاصة الرجال. وعندما تشعر أنك مستهدف، وعندما تشعر أنك مطارد، فماذا ستكون ردة فعلك؟ الشباب الذين يحرسون المحال التجارية يقولون إن اللوم يقع على الشرطة في إشعال فتيل الموقف بسبب انتشارهم بالعربات المدرعة وكامل عتادهم مجددا، ويعتبرون أن غضبة الأهالي وقيام البعض من أهل المحال مرتبط بهذا الأمر. دعونا نسأل لماذا قاموا بنشر قواتهم بهذه الصورة بعد كل ما جرى. من الضابط المسؤول هنا؟ ماذا تريد؟ من المسؤول هنا؟
أريد أن أتحدث للقائد. انتظر هنا. شكرا. أنت المسؤول؟ لا، ولكننا نريد منك أن تتجه إلى مكان آمن من فضلك. كنا بين المحتجين وهم يتساءلون عن سبب قيام الشرطة بنشر قواتها بهذه الكثافة مجددا بكامل عتادهم وعرباتهم المصفحة. نحاول حفظ الأمن. برأيك هل من الضروري نشر العربات المصفحة؟ يجب عليك العودة. انتهى الحديث، انتهى الحديث. هل لديكم متحدث للصحافة؟ لا، ليس الآن. لماذا لا؟ سيدي، انتهى الحديث. وعدت سلطات الولاية بتبني نهج مختلف، إلا أنها عادت لاستخدام الوسائل العسكرية وحشد القوات، ولا أحد يرغب في تقديم أسباب لذلك. في الوقت ذاته، هنا في الشارع، واصل رجال الشرطة زحفهم للأمام تجاه المحتجين. توقفت أعمال النهب، ولكن يبدو أن حالة الغضب والاستياء وعدم الثقة آخذة في الازدياد. هل سمعت عن الاحتجاجات الأولى؟ ماذا تعتقد؟ لقد كانت صرخة احتجاجية، حالة شعورية خالصة. لقد أحسسنا جميعا بنفس الشعور، فليس لدى هؤلاء الشباب أي منفذ. إذا كنت ترغب في معرفة الحقيقة، عليك أن تتحدث إلى المضطهدين. خلال الاحتجاجات التي انطلقت في شوارع فيركسون، التقينا مع كل من ميلر ورونالد وسولومون الذين خرجوا للتظاهر كل ليلة منذ وقوع حادثة إطلاق الرصاص على مايكل براون. إنهم من مقاطعة سانت لويس الشمالية، وهي المنطقة التي تضم فيركسون وغالبية سكانها من الأمريكيين الأفارقة. حدثنا قليلا عن هذا الحي. إنه حي شعبي فقير كما تعلم، وأسرتي بالكامل ترعرعت هنا. هل نشأتم هنا؟ نعم. ما مستوى هذا الحي؟ كان الحي جميلا في الماضي منذ سنوات طويلة مضت، إلا أننا أصبحنا منسيين تماما. شعور بالغضب تجاه الشرطة يتصاعد منذ أمد بعيد. لا يفعلون أي شيء سوى مضايقتنا، ويعاملوننا كما لو كنا غرباء عن المكان. تقصد من؟ الشرطة؟ نحن مضطهدون بالكامل، فبشرتنا سوداء ونحن ذكور، وهفوة معناها أننا ذهبنا أدراج الرياح. هذا ما يقوله معظم الناس هنا؟ أي مواجهة مع أي شرطي ينتهي بك المطاف في السجن. هذا ليس مجرد إدراك لمعنى المعاملة الظالمة. ليس لديهم أي ارتباط بالمنطقة، بخلاف كونهم رجال أمن يجوبون المكان بدورياتهم وينفذون القانون. دولفاس بروت هو رئيس فرع الاتحاد الوطني لتطوير الملونين، قام برفع شكوى انتهاك حقوق مدنية على المستوى الفيدرالي ضد شرطة مقاطعة سانت لويس. أي شاب من أصل إفريقي وبمجرد خروجه من منزله للتنزه أو توجهه إلى العمل أو إلى المدرسة يكون عرضة للإيقاف من قبل الشرطة، كما أنه معرض للاستجواب ويتعين عليه إبراز بطاقة هويته، كما يتعين خضوعه لإجراءات مطولة للتأكد من أنه غير مطلوب، وبعد كل هذه المعاناة يقول له الشرطي حسناً يمكنك الذهاب. حتى وإن أفلحوا في تفادي رجال الشرطة، فإن هؤلاء الفتية معرضون لمخاطر أخرى تعترض حياتهم، حيث معدل البطالة بين الأمريكيين الأفارقة يعادل 3 أضعاف البطالة بين البيض. أقصد بكلامي أن مجتمعات مقاطعة سانت لويس قد تكون واحدة من أكثر المجتمعات المعزولة في البلاد، إنها تعاني التمييز العنصري والاجتماعي والاقتصادي، فمجرد دخول أي شخص من الأمريكيين الأفارقة إلى المكان يبادر البيض بالخروج. إضافة إلى ذلك، فإن الوظائف ذات الأجور الأعلى والظروف المعيشية الأفضل تذهب دائما إلى البيض فقط. يبلغ معدل البطالة ما بين سن 16 و24 نحو 50% تقريبا. عدنا إلى نقطة فقدان بصيص الأمل. لقد التحقت بالجامعة للحصول على شهادة مساعد طبي، ولكنهم اكتشفوا أن لدي سابقة جنائية. عليك أن تخمن ماذا حدث بعدها. لقد ضاع ما أنفقته على التعليم بما يعادل $20,000، وها أنا ذا أؤدي حاليا عملا يدويا في صيانة السيارات. وما هو شعورك؟ أشعر بأنني وضيع، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أنت غاضب؟ بكل تأكيد نعم. إذن عندما يتحدث الناس هنا عن شعور الغضب الذي يعتريهم، فلا يقتصر الأمر على قوات الشرطة فقط، بل عن الحياة هنا بشكل عام. بعض الناس يرغب في نسيان الواقع أو قبوله، ولا سيما جيل كبار السن الذي يقولون لنا دوما ابتعدوا عن رجال الشرطة، لا تتحدثوا إلى رجال الشرطة، وغالبا ما يكون ردنا عليهم بالصمت. إنه لأمر جنوني. الكبار يقولون لنا التزموا الصمت، في حين أقول أنا ماذا عن حرية التعبير، ولماذا يتم تقييد حريتي في التعبير؟
هناك ناشطون مخضرمون في هذه المنطقة مثل جمال روجرز، وهم يقولون إن الشعور العميق بالسخط هو نفسه الذي أجج المظاهرات في الستينيات. لديك شخص لا يستطيع العثور على وظيفة، لديك شخص مهمش في مجتمعه ويتعرض للمضايقة من 3 إلى 4 مرات كل أسبوع على أيدي رجال الشرطة. بالله عليك، كيف يمكن لشاب أن يتحمل ذلك، ولا سيما أنه قد لا يتمتع بالضرورة بالإمكانات للتصدي لمثل هكذا أمور؟ وفي بعض الأحيان فإن المشاكل نفسها قد تكون قاسية ومستعصية، وهناك في المقابل ردة فعل الشرطة تجاه الحراك المشروع والطبيعي لهذا المجتمع نتيجة لما جرى. الأمر مرتبط بقضايا العنصرية المنظمة والتي يجب التصدي لها بالحل. رفضت قيادة الشرطة طلباتنا المتكررة لإجراء مقابلة مع أحد مسؤوليها. ما يجري حاليا أكبر بكثير من قضية مقتل مايكل براون وترايفون مارتن، فيجب إيجاد ضمانة بعدم تكرار ذلك مرة أخرى. لا تحاولوا امتصاص غضبنا لبعض الوقت. لا تلقوا إلينا بعظمة معتقدين أنكم ستنجون بجرمكم، فقد تكون ابنتك أو ابني الضحية المقبلة، ولهذا يجب وقف هذا الأمر، يجب أن لا يحدث مجددا. بعد أكثر من أسبوعين من الغليان والتوتر، وفي 25 من آب أغسطس تجمع أهالي فيركسون للعزاء، بينما كانت عائلة مايكل براون تقوم بدفن ابنها. لقد طالبت العائلة الناس بالهدوء. في مقبرة سانت بيترز كانت عائلة مايكل وأصدقائه يتابعون مراسم الدفن. وبعد أن غادرت الجموع، قامت أم مايكل بوداع ابنها. أنا أعرف أن هناك كثير من الناس يعتقدون أنها ستكون حادثة عابرة، حركة عابرة، لكنني أؤكد لكم أن استخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على إخوتنا الشباب لن يكون مقبولاً. أنا من مشجعي توباك شكور عندما قال: متى اشتعلت ستشتعل إلى الأبد. وفي اليوم الذي تلى الجنازة وفي وسط مدينة سانت لويس، تجمع الناس للإعلان عن تأسيس حركة جديدة، إنها تدعى متحدون بأيد مرفوعة. المتظاهرون يقولون إنهم سيقومون بمسيرة إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في سانت لويس، وسيطالبون بتحقيق على المستوى الوطني في عمليات القمع الممنهجة من قبل الشرطة. لاحقاً أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء تحقيق واسع في مجال الحقوق المدنية فيما يتعلق بسلوكيات قسم شرطة فيركسون، إضافة إلى التحقيق في مقتل مايكل براون. بالنسبة لهذه المجموعة والمجتمع الذي تمثله، فإن رسالتهم لن تتغير، وأن دعوتهم لتحقيق العدالة هي دعوة أكبر من فيركسون ومايكل براون. إنهم يقولون إنها مسألة نضال لتغيير نظام يضطهدهم منذ مولدهم. الأمن، قوات الأمن الفاسدة. هذه هي المنطقة التي أطلق عليها أهالي فيركسون موقع الانفجار، وهي الآن بؤرة الاحتجاجات. عندما وصلنا كان الاحتجاجات قد دخلت يومها الرابع على التوالي، وعلى بعد أمتار من هنا أردي مايكل قتيلا برصاص الشرطة. حتى اللحظة لم تفصح الشرطة عن اسم الشرطي المتورط، مما فاقم من غضب الأهالي. فجوة عدم الثقة بين السكان والشرطة عميقة ومتأصلة، ففي حين أن ما يزيد عن 60% من سكان فيركسون هم من الأمريكيين الأفارقة السود، فإن 50 من ضباط الشرطة هم بيض مقابل 3 فقط من ذوي الأصل الأفريقي.
كما أن 90% من حالات الإيقاف والتفتيش والاعتقال استهدفت الأمريكيين الأفارقة. أعلن المحتجون أنهم سيحافظون على سلمية الاحتجاجات وطلبوا من الشرطة المعاملة بالمثل. لم نخرج للشارع لإثارة الاضطرابات، فلا تتعرضوا لنا أو تضايقونا. ولكن بدون سبب ظاهر تغير المزاج السائد بسرعة غير متوقعة. بدا واضحا أن الشرطة تقوم بنشر عرب رصاص المطاطي وقنابل الغاز على إخوتنا الشباب لن يكون مقبولا. أنا من مشجعي توباك شكور عندما قال متى اشتعلت ستشتعل إلى الأبد. وفي اليوم الذي تلى الجنازة وفي وسط مدينة سانت لويس تجمع الناس للإعلان عن تأسيس حركة جديدة إنها تدعى متحدون بأيد مرفوعة. المتظاهرون يقولون إنهم سيقومون بمسيرة إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في سانت لويس وسيطالبون بتحقيق على المستوى الوطني في عمليات القمع الممنهجة من قبل الشرطة. لاحقاً أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء تحقيق واسع في مجال الحقوق المدنية فيما يتعلق بسلوكيات قسم شرطة فيركسون، إضافة إلى التحقيق في مقتل مايكل براون. بالنسبة لهذه المجموعة والمجتمع الذي تمثله فإن رسالتهم لن تتغير، وأن دعوتهم لتحقيق العدالة هي دعوة أكبر من فيركسون ومايكل براون. إنهم يقولون إنها مسألة نضال لتغيير نظام يضطهدهم منذ مولدهم. ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أنت غاضب؟ بكل تأكيد نعم. إذن عندما يتحدث الناس هنا عن شعور الغضب الذي يعتريهم فلا يقتصر الأمر على قوات الشرطة فقط، بل عن الحياة هنا بشكل عام. بعض الناس يرغب في نسيان الواقع أو قبوله، ولا سيما جيل كبار السن الذي يقولون لنا دوما ابتعدوا عن رجال الشرطة، لا تتحدثوا إلى رجال الشرطة، وغالبا ما يكون ردنا عليهم بالصمت، إنه لأمر جنوني. الكبار يقولون لنا التزموا الصمت، في حين أقول أنا ماذا عن حرية التعبير ولماذا يتم تقييد حريتي في التعبير؟ هناك ناشطون مخضرمون في هذه المنطقة مثل جمال روجرز، وهم يقولون إن الشعور العميق بالسخط هو نفسه الذي أجج المظاهرات في الستينيات. لديك شخص لا يستطيع العثور على وظيفة، لديك شخص مهمش في مجتمعه ويتعرض للمضايقة من 3 إلى 4 مرات كل أسبوع على أيدي رجال الشرطة. بالله عليك كيف يمكن لشاب أن يتحمل ذلك، ولا سيما أنه قد لا يتمتع بالضرورة بالإمكانات للتصدي لمثل هكذا أمور، وفي بعض الأحيان فإن المشاكل نفسها قد تكون قاسية ومستعصية. وهناك في المقابل ردة فعل الشرطة تجاه الحراك المشروع والطبيعي لهذا المجتمع نتيجة لما جرى. الأمر مرتبط بقضايا العنصرية المنظمة والتي يجب التصدي لها بالحل. رفضت قيادة الشرطة طلباتنا المتكررة لإجراء مقابلة مع أحد مسؤولي تصرفات الشرطة. لقد سئمنا من استهدافنا بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار علينا. هؤلاء الشباب يستحقون الاحترام وأن ينعموا بالعدالة. استخدام القوة رسالتهم، سيواصلون إطلاق النار وقتلنا إن لزم الأمر. أظهر تشريح جثة مايكل براون أنه تعرض لست طلقات نارية على الأقل، منها 2 في الرأس. إنه رابع أمريكي من أصل أفريقي أعزل تقتله الشرطة خلال شهر واحد فقط. الاحتجاجات العارمة وتكتيكات قوات الشرطة جعلت فيرغسون تتصدر العناوين ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على مستوى العالم أيضا. خرجت الأمور عن نطاق السيطرة بشكل سريع، وتواترت أنباء عن إطلاق رصاص من بين صفوف المحتجين. تم إعلان حالة الطوارئ ونشر قوات الحرس الوطني، كما فتح النائب العام الأمريكي تحقيقات على المستوى الفيدرالي بشأن حادثة القتل. واقعة قتل مايكل براون أخرجت التوترات العرقية التي ظلت كامنة لسنوات تحت سطح الولايات المتحدة. المدنيون ضد قوات الأمن، قوات الأمن الفاسدة. هذه هي المنطقة التي أطلق عليها أهالي فيركسون موقع الانفجار، وهي الآن بؤرة الاحتجاجات.
عند مونالد وسولومون الذين خرجوا للتظاهر كل ليلة منذ وقوع حادثة إطلاق الرصاص على مايكل براون. إنهم من مقاطعة سانت لويس الشمالية، وهي المنطقة التي تضم فيركسون وغالبية سكانها من الأمريكيين الأفارقة. حدثنا قليلا عن هذا الحي. إنه حي شعبي فقير كما تعلم، وأسرتي بالكامل ترعرعت هنا. هل نشأتم هنا؟ نعم. ما مستوى هذا الحي؟ كان الحي جميلا في الماضي منذ سنوات طويلة مضت، إلا أننا أصبحنا منسيين تماما. شعور بالغضب تجاه الشرطة يتصاعد منذ أمد بعيد. لا يفعلون أي شيء سوى مضايقتنا ويعاملوننا كما لو كنا غرباء عن المكان. تقصد من؟ الشرطة؟ نحن مضطهدون بالكامل، فبشرتنا سوداء ونحن ذكور، ويهفوة معناها أننا ذهبنا أدراج الرياح. هذا ما يقوله معظم الناس هنا؟ أي مواجهة مع أي شرطي ينتهي بك المطاف في السجن. هذا ليس مجرد إدراك لمعنى المعاملة الظالمة. ليس لديهم أي ارتباط بالمنطقة، بخلاف كونهم رجال أمن يجوبون المكان بدورياتهم وينفذون القانون. دولفاس بروت هو رئيس فرع الاتحاد الوطني لتطوير الملونين، قام برفع شكوى انتهاك حقوق مدنية على المستوى الفيدرالي ضد شرطة مقاطعة سانت لويس. أي شاب من أصل إفريقي وبمجرد خروجه من منزله للتنزه أو توجهه لمن أنه غير مطلوب، وبعد كل هذه المعاناة يقول له الشرطي حسناً يمكنك الذهاب. حتى وإن أفلحوا في تفادي رجال الشرطة، فإن هؤلاء الفتية معرضون لمخاطر أخرى تعترض حياتهم، حيث معدل البطالة بين الأمريكيين الأفارقة يعادل 3 أضعاف البطالة بين البيض. أقصد بكلامي أن مجتمعات مقاطعة سانت لويس قد تكون واحدة من أكثر المجتمعات المعزولة في البلاد، إنها تعاني التمييز العنصري والاجتماعي والاقتصادي، فمجرد دخول أي شخص من الأمريكيين الأفارقة إلى المكان يبادر البيض بالخروج. إضافة إلى ذلك، فإن الوظائف ذات الأجور الأعلى والظروف المعيشية الأفضل تذهب دائما إلى البيض فقط. يبلغ معدل البطالة ما بين سن 16 و24 نحو 50% تقريبا. عدنا إلى نقطة فقدان بصيص الأمل. لقد التحقت بالجامعة للحصول على شهادة مساعد طبي، ولكنهم اكتشفوا أن لدي سابقة جنائية. عليك أن تخمن ماذا حدث بعدها. لقد ضاع ما أنفقته على التعليم بما يعادل $20,000، وها أنا ذا أؤدي حاليا عملا يدويا في صيانة السيارات. وما هو شعورك؟ أشعر بأنني وضيع، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أنت غاضب؟ بكل تأكيد نعم. إذن عندما يتحدث الناس هنا عن شعور الغضب الذي يعتريهم، فلا يقتصر الأمر على قوات الشرطة فقط، بل عن الحياة هنا بشكل عام. لم يكن هناك أي تساؤلات حول من هو الملام بشأن ما وقع في فيركسون. هذه المدينة تواصل خذلان ذوي البشرة السمراء. في فيركسون أتعرض للمضايقة بصورة يومية، قوانينها فاسدة، شيء مقزز. يتعرض الجميع للمضايقة بصفة يومية، خاصة الرجال. وعندما تشعر أنك مستهدف، وعندما تشعر أنك مطارد، فماذا ستكون ردة فعلك؟ الشباب الذين يحرسون المحال التجارية يقولون إن اللوم يقع على الشرطة في إشعال فتيل الموقف بسبب انتشارهم بالعربات المدرعة وكامل عتادهم مجددا، ويعتبرون أن غضبة الأهالي وقيام البعض من أهل المحال مرتبط بهذا الأمر. دعونا نسأل لماذا قاموا بنشر قواتهم بهذه الصورة بعد كل ما جرى. من الضابط المسؤول هنا؟ ماذا تريد؟ من المسؤول هنا؟ أريد أن أتحدث للقائد. انتظر هنا. شكرا. أنت المسؤول؟ لا، ولكننا نريد منك أن تتجه إلى مكان آمن من فضلك. كنا بين المحتجين وهم يتساءلون عن سبب قيام الشرطة بنشر قواتها بهذه الكثافة مجددا بكامل عتادهم وعرباتهم المصفحة. نحاول حفظ الأمن. برأيك هل من الضروري نشر العربات المصفحة؟ يجب عليك العودة. انتهى الحديث. هل لديكم